علاقة هلبة مع الإنسان السعودي علاقة وطيدة طبعا من القدم منذ البداية، كانت من الحاجات الأساسية عند العرب. أول شيء الرحيل عليها، المعيشة منها، يعني مهما كان مرتبطة بالحياة، بحياة الفرد السعودي ارتباط كامل مرة. الملك عبد العزيز الله يغفر له وحدها على ظهور الجمال على البل، يعني تنقلهم من مكان إلى مكان، تنقل موادهم، تنقل أسلحتهم، تنقل جميع حياتهم مرتبطة بالبل. في الكيان هذا كله وحد بفضل الله ثم فضل الملك عبد العزيز غفر الله له على البل، يعني ما فيها مجال. الآن ولله الحمد والمنة أصبحت موروثنا الأساسي في السعودية ككل، والحمد لله يعني أخذت الناقة بصفة عامة أخذت حقها كامل في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، يعني في توجيد نادي الإبل والمهرجانات اللي تقوم للبل، هذا بحد ذاته تكريم للناقة وأهل الناقة. لو نظرنا للاقتصاد ونظرنا للإبل صارت من أفضل الاقتصاد، وصارت هي تحمل يمكن الرقم الأول في الاقتصاد، يعني تجاوزت العقار، تجاوزت أمور واجد، صفقات واجد، منها الصفقات اللي تدار الآن يعني مئات الملايين، الفرديات توصل العشرات الملايين، فهذا بحد ذاته يعني يعتبر رافد اقتصادي يعني فوق المعتاد. فعلى أثرها طبعا أقيم مناطق حيوية مثل مستشفى سلام في القصيم، مثل حاجات واجد يعني لو تعددها، فيه ناس رؤوس أموال الآن رجعوا من عمل تجارتهم واقتصادهم رجعوا للبل، لأنهم بعد دراسة وبعد ما لاحظوا شافوا أن الاقتصاد في والتجارة في الإبل فاقت جميع الاقتصاد عندنا. المهرجان لو تكلمنا عنه من النسخة الأولى إلى النسخة السابعة، فلله الحمد كل سنة فيه تطور غير السنة السابقة، لأن دائما كل سنة يعني تستفيد منها للسنة القادمة، والحمد لله يعني اللي شاهدناه في النسخة السابعة من تطور ومن تنظيم ومن أنظمة صارمة، ومن هذه كل أبوها ترجع لخدمة الإبل، والفضل لله ثم القائمين على النادي. اللي نقدر نقوله ويمليه علينا ضميرنا ويجب أنه يذكر فيشكر هو القائمين على النادي، وعلى رأسهم سيدي ولي العهد المشرف العام على النادي والشيخ فهد بن حثلين، الرجل يعني اللي عراب الإبل اللي قام بجهود، والأخوان اللي قائمين عليها كل أبوهم في الشكر. كلمة شكرا في حقهم قليلة، لأن شفنا شيء على الواقع نتيجة عملهم هذا، ولهم منا كل الشكر.